حدثنا سفيان قال ذكره عبد الملك بن نوفل بن مساحق قال سفيان وجده بدري عن رجل من مزينة يقال له ابن عصامين عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث السرية يقول إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مناديا فلا تقتلوا أحدا. قال ابن عصامين عن أبيه بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية